يقول السائل طلال في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هل هناك غريزة في الإنسان من عند الله في تفضيل البنين على البنات؟ وما حكم من يفضل البنين على البنات؟ الآية نزلت في استنكار ما ينسبه المشركون إلى الله عز وجل من اتخاذ البنات، ينسبون البنات لله عز وجل، وكما أن النصارى ينسبون الولد إلى الله ويقولون عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نزه نفسه عن الصاحبة والزوجة والولد في آيات كثيرة. فهذا سياق الآية يستنكر عليهم ألكم الذكر، زعمهم لأنهم يحبون الذكور ويكرهون البنات، فكيف ينسبون البنات إلى الله وهم يكرهونها ويجعلون لله ما يكرهون؟ تصف ألسنتهم الحسنى أن تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار، أي لا بد أن لهم النار، أنهم مفرطون والعياذ بالله. هذا سياق الآيات. وأما من ناحية تفضيل الذكر على الأنثى من ناحية الخلقة والعقل والقوة، فلا شك أن الذكر أفضل من الأنثى، قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. فالرجل له خصائص ومميزات لا توجد في الأنثى، ولذلك حمله الله من التكاليف ومن ما لم يحمل الأنثى. فما لا شك أن الذكر من ناحية الخلقة والاستعداد أنه أفضل من الأنثى، لكن من ناحية الدين والكرامة عند الله لا شك أن الأفضل من الذكر والأنثى هو الأتقى لله والأكثر عملا صالح. ربما تكون امرأة واحدة خيرا من كثير من الرجال، فالتفضيل إنما هو من حيث الجنس، ذكر أفضل من الأنثى من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد قد يكون بعض النساء أفضل من كثير من الذكور، وهذا بالعمل الصالح وبالأداء الذي يؤديه كل منهما من الخير. نعم.